والدي يأمرني ألا أصل خالي لأن معه سوء تفاهم لأجل غرض دنيوي، ويقول إذا أنت تزور خالك أخرجتك من بيتي وإلا أهجره كما هجرتك، فماذا أعمل؟ إذا أمرك والدك لهجر خالك أو عمك أو نحوه بغير حق إلا أنه سوء تفاهم بينه وبين والدك وبين خالك أو أخيك أو نحو ذلك من أجل الدنيا والخصومات، فليس لك أن تتعامل في ذلك، لأن هذا معصية. الطاعن يدخل المعروف، إنما الطاعة المعروف، لا طاعة المخلوق نفسه في هذا الخالق. وعلى والدك أيضا أن يتقي الله وأن لا يهجره أكثر من ثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجر فوق ثلاث في أمور الدنيا، ولا يحل المسلم يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان يعظ هذا ويعظ هذا وخيرهما الذي يبدأ بالإسلام. وقال عليه السلام لا هجرة فوق ثلاث. المقصود أن التهاجس من أجل الشحناء والعداوة والخصومات لا يجوز أبدا، لكن يباح ثلاث أيام، يباح التهاجر خصومة ثلاث أيام فأقل. الإنسان إذا كان بينه وبين أخيه خصومة وساء خلقه عليه وحصل شيء في النفس فلا بأس أن يسرق كلامه ثلاث أيام رحمة من الله، لأن النفوس لها نصيبها من مراعاتها وتلطف بها ورفق بها، فثلاث أيام تكفي في تخفيف الحدة وإزالة الشدة. فإذا مضت الثلاثة فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإذا كان حل محاصر، وأنت يا أيها الولد إذا أبى عليك أبوك فلك أن تصل أخالك وعمك ولا من طريق السر، تصلهم تصل إليهم وتزورهم ولا من طريق السر حتى لا تشتد الحال بينك وبين أبيك، ولا تطعه المعصية ولكن تعامل بالتي أحسن وتجتهد في أن تكون صلتك وبرك لخالك وعمك ونحو ذلك بالطريقة التي لا يطلع عليها إذا كنت تخشى أن يقع شر أكبر. وأما إذا كنت تستطيع أن تهدي الوضع وأن تنصح والدك وأن تقول له هذا لا يجوز وأن عليك أن ترفق بأخيك أو بخالك أو بأخي أم المقصود أنك تنصحه لعله يهتدي حتى يصالح خالك أو عمك وحتى تكون تزول هذه الوحدة بينهم. أما إذا كان الهجر للدين لأن الشخص يتظاهر بالمعاصي والبدع يهجر حتى يتوب ولو سنة أو سنتين فلا أكثر، يهجر حتى يتوب. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة خلفوا عن الغزو بغير عذر، هجره النبي 50 ليلة حتى تاب الله عليه فتابوا وأظهر توبته وبين للناس أن الله تاب عليهم فكلمهم من أكبر ذلك. فالحاصل أن الهجر إذا كان لله من أجل المعاصي الظاهرة أو البدع فهذا ليس له حد إلا التوبة، إذا رجعوا من معاصيه الظاهرة أو بدعهم فإن المسلمين يسلمون عليهم. وأما إذا أصروا على البدع والمعاصي فإنه يشرع هجرهم لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون. وإذا كان هجرهم قد يضر المسلمين ويسبب مشاكل أكثر فلا يهجرون بل ينصحون ويوجهون، إذا كان هجرهم يضر المجتمع أو يقضي إلى فساد أو إلى منكر أكبر، فالهجر محل اجتهاد محل نظر.